أهلا بكم. تتصاعد لهجة التهديد من جانب ميليشيا الحوثي مؤخرا بشكل لافت، مع إعلانها عن تجنيد عشرات الآلاف استعدادا لخوض جولة جديدة من الحرب تهدف للسيطرة على كامل اليمن حسب تعبير قاداتها. قال زعيم الجماعة أنهم تمكنوا من تجنيد ما يقارب 300 ألف شخص ضمن دورات التدريب والتأهيل التي تقيمها الميليشيا، وظهر فيها قيادات في صفوف الميليشيا ومن حلفائها، في حين كانت الجماعة توجه تهديداتها في كل اتجاه، بينها تهديد خاص بمحافظة مارب التي توعد الحوثيون باستهداف منشآت النفط والغاز فيها. قبل أسابيع كان خطاب الميليشيا موجها نحو الرياض يطالبها بسرعة إنجاز التسوية بين الطرفين، فما الذي غير لهجة الخطاب الآن؟ البعض يقول إن هذا التغير ليس سوى آلية أخرى للضغط على الأطراف الإقليمية والدولية لتنفيذ مطالب الميليشيا وسرعة إنجاز التسوية التي سيحصل من خلالها الحوثيون على الكثير مما يحاربون لأجله، وربما يكون هذا التصعيد مرتبطا بحالة القلق التي عبر عنها أكثر من مسؤول في الجماعة، حيث تظهر تصريحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خشية من أمر يدبر بين قوى محلية وإقليمية ودولية على خلفية الأحداث في البحر الأحمر. وقد ظهر هذا الخطاب واضحا خلال وبعد زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي لمارب قبل أيام. الجماعة وأنصارها يرون أنهم في حالة حرب، وفي حال لم تنجح التسوية سيتجهون لاجتياح كامل المناطق الخارجة عن سيطرتهم، وأن هذا حقهم بوصفهم الطرف الأقوى. لكن ما مدى واقعية خيار كهذا، خصوصا وأن الظروف الإقليمية والدولية تغيرت مؤخرا على نحو غير قابل للتنبؤ؟ فمن جهة استطاع الحوثيون إحداث اختراق كبير في مسار علاقتهم مع الرياض، ولكن متغير البحر الأحمر ربما يكون أكثر تأثيرا من هذا الاختراق، وقد رأينا تأثيره على مسار المباحثات بين الحوثيين والمملكة. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا، كما أرحب بضيفي من مارب، الصحفي حسين الصوفي. مرحبا بك معنا سيد حسين. سيد حسين هل تسمعني؟ إذن أرحب أيضا بضيفي من بيروت الصحفي طالب الحسني. مرحبا بك أيضا سيد طالب. مرحبا بك، أهلا وسهلا وبي السادة المشاهدين وبضيفك الكريم. أهلا بك. إذن البداية بالسؤال المشترك، تهديدات في كل اتجاه من جانب جماعة الحوثي، هل نقترب من جولة جديدة من الحرب سيد طالب؟ نعم، ربما فهمت تهديدات من أطراف معينة، ولكن في الحقيقة كان تصريح الرئيس المشار خلال مناورة عسكرية يتسق مع سياق المكان ومع سياق الحدث، وهو يقول أنه هذه المناورة هي كانت رمزية للقوات، يعني رمزية للسلطات الرسمية، عندما قال أن هناك استعداد وأن هذا من باب الاستعداد والإعداد لمواجهة، يعني لمواجهة أعداء اليمن. تحدث عن التحالف، تحدث عن الحرب في غزة، ثم ذكر أن واحد من الأهداف هو تحرير البلاد بشكل كامل وكل تراب الوطن. بالتأكيد هذا ليس هو الخيار الوحيد، يعني إنما هناك خيار آخر هو الحوار السياسي، التفاهمات السياسية، الحل السياسي. ولكن أعتقد أنه هذا يقال منذ فترة طويلة، وأعتقد حتى أنا في قناتكم وخلال حوارات عديدة قلت أنه أن هناك خيار حتمي مطروح، ولكن هو حتمي في نهاية المطاف، هي حرب التحرير، حرب من أجل إسقاط مشروع التقسيم، وهو مشروع الآن ربما شبه قائم. هو قائم ليس لأن هناك يعني قبول به، قائم لأن هناك انتظار للحلول السياسية، انتظار الخيارات
غير الحرب، انتظار إخراج اليمن من حالة الحرب، من حالة الحرب مع أيضا قوى يعني حرب مفروضة على اليمن من قوى خارجية إقليمية ودولية. ولكن في نهاية المطاف عندما تنتهي كل الخيارات سيبقى هناك خيار وحيد وهو حرب التحرير، حرب من أجل استعادة الأراضي اليمنية. قبل ذلك سيكون هناك حوارات أو الدعوة لحوارات، ولكن بما أن الأطراف أو الطرف الآخر ليس طرفا واحدا، هم أطراف متعددة، فأعتقد أن هناك أطراف ستقبل بالحوار، هناك أطراف لن تقبل بالحوار، هناك أطراف ربما يعني ستقاتل في إطار مشروع مختلف له علاقة بوضع آخر تكون الآن، يعني لأن اليمن لا يمر بحالة واحدة، يعني في 2011 وما بعده وحتى 2014 وضع مختلف، ثم في 14 2014 حتى الحرب وضع مختلف، ومنذ الحرب وحتى الآن هناك أوضاع مختلفة تتغير باستمرار. نعم، فأعتقد أن مسار الحرب سيكون حتمي لكل الأطراف، ولكن هذا لا يعني أن الرئيس المشرف عندما تحدث عن الاستعداد هو لا يقصد أن هذا هو الخيار الوحيد. نعم، إذا أنت تقول بأنه خيار حتمي، هل يفهم يعني بما أن التسوية متعثرة لذلك عادت الميليشيا للتهديد؟ في كل مرة كانت تنجح في الضغط والابتزاز بتهديداتها، لكن بالنظر إلى المتغيرات الحاصلة اليوم، هل ستنجح هذه المرة بذات المسلك في التهديد والتصعيد؟ نعم، في الواقع يعني لا ينظر إلى أن التهديد هو تهديد داخلي، الحقيقة التهديد هو تهديد خارجي، وحتى عندما يكون هناك ضغط هو ضغط باتجاه أطراف خارجية إقليمية، السعودية، الإمارات، المحيط، وأيضا خلفها قوى إقليمية، قوى دولية، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. هناك مثل ما أشرت هناك وضع متغير، هذا الوضع المتغير هو الدخول في حالة اشتباك نعم. مع البريطانيين والأمريكيين بشكل مباشر على خلفية عمليات البحر الأحمر. أعتقد هذا الجانب هو قوى من صنعاء ولم يضعف، هو خاصة أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا فشل، وأن هناك تغيرا محليا، أن هناك يعني استفادة من هذه العمليات محليا، بحيث أن زخم التأييد لصنعاء هو أقوى بكثير مما كان عليه قبل العمليات، لأن الموضوع يعني زخم يتعلق التأييد من قبل من سيد طالب؟ لما فهم يعني أنت تقول بأن زخم التأييد في صنعاء أصبح أكثر من قبل من؟ زخم التأييد الشعبي لصنعاء هو أكثر وأعلى مما كان عليه قبل العمليات. أنتم تعرفون أن المشاعر وتوجهات الناس، المواطنين وعامة الناس، حتى الذي تعتبر فئة صامدة كانت لا تتبع اي طرف من الاطراف في اليمن، يعني هذه الفئه يجري السباق على تأييد كسب تأييدها، هي بهذه الحاله اليوم اقرب. نعم، الموضوع لا يتعلق فقط بانه هي قريبه وفقط، هي قريبه ايضا بشكل كبير جدا، بحيث ان الاطراف الاخرى خسرت ربما بعض الرهان اذا كان هناك رهان. إذا جئنا للنظر إلى القوى الداخلية، سنجد حتى على المستوى الشعبي أن حركة أنصار الله والقوى الداخلية والتحالف القبلي والسياسي هي الأكثر تماسكا ووحدة وأكثر شعبية الآن، والطرف الآخر بسبب يعني الانقسامات المتعددة، عدم الثبات، خسارة الحرب، خسر الكثير من التأييد. هو هناك تحدي واحد في الحقيقة هو الآن بقي على صنعاء، هو تحدي الاقتصاد. إذا نجحوا في التحدي الاقتصادي فأعتقد أنهم سيقطعون شوطاً لا كبيراً. نعم، هذه النقطة مهمة سنعود إليها سيد طالب، التحدي الاقتصادي ومسألة ما فرضه البنك المركزي نقل البنوك إلى عدن. لكن أرحب بضيفي الذي يبدو أنه سيسمعني الآن، الصحفي حسين الصوفي. سيد حسين، هل أنت معنا؟
أسمعك. مساء الخير أستاذة نضال لك وللمشاهدين الكرام. أهلا أسمعك بك. جيدا. إذن تهديدات في كل اتجاه من جانب الحوثيين، على ماذا تدل؟ هل نحن أمام جولة جديدة من التصعيد أم ما الذي سيحدث؟ شكرا لك وتحية لك وللمشاهدين كما أسلفت، ولطالب أيضا. أنا أشكر طالب. أنا سمعت بعض المقتطفات من المداخلة التي سبقت الآن حتى تم إصلاح الاتصال. نعم. وهو يتحدث عن المراحل التي تعيشها البلد، وهو توصيف أتفق معه. يعني فعلا الدور، لو سألنا مثلا ما هو الدور الوظيفي الوحيد لميليشيا الحوثي، يعني ما هي المهمة التي أسندت إليها، ما طبيعة العمل الذي يعني تقوم به؟ دورها الوحيد هي الهروب باليمن من أجل حتى لا يتم، أو يعني الفوضى الخلاقة التي تقوم بها، محاولة يعني هو ربما المهمة الوحيدة التي قامت بها كانت في 21 سبتمبر حينما أسقطت العاصمة اليمنية صنعاء. هذا هنا انتهى دورها في إسقاط الدولة، في إسقاط البلد، في إسقاط المجتمع. وبعدها ليتم الحفاظ على هذا العمل، ليتم الحفاظ على هذه المهمة، لتحافظ على هذه الوظيفة، وظيفة الفوضى، وظيفة عدم التئام الدولة، عدم عودة حياة الناس إلى ما كانوا عليه، عدم استقامة مشروع الدولة ومؤسساتها، عدم استلام الموظفين رواتبهم، عدم المساواة بين اليمنيين، عدم الاستقرار، عدم استقرار الاقتصاد والمعيشة، ويعني واستمرار شلل الدماء. هذا هو الدور الطبيعي لها، وهي المهمة الرسمية لها. وبالتالي لا يمكن لهم أن يتحدثوا عن دولة، ولا يمكن لهم أن يتحدثوا عن سلام، ولا يمكن لهم أن يتحدثوا عن مساواة، ولا يتحدثوا عن انتخابات، ولا يمكن أن يستطيعوا أن يعرفوا أنفسهم لليمنيين بعد 10 سنوات. لا يمكن لهم أن يستطيعوا أن يقدموا أنفسهم لليمنيين من هم، ما هو الوضع القانوني لعبد الملك الحوثي مثلا، ما هو الوضع الدستوري لعبد الملك الحوثي، ما هي طبيعة عمل مؤسسة الدولة. هذه ليست في أجنداتهم على الإطلاق. وبالتالي ما هو دورهم ووظيفتهم؟ المحافظة على البلد في حالة فوضى، هي إدارة الفوضى، هذا هو الدور الموكل إليهم. وبالتالي سيستقلون طوفان الأقصى، وهذا ما قاله طالب الحسني بأن الأوضاع كانت أسوأ قبل طوفان الأقصى. وبالتالي نعم، نجحوا نجاحا ربما يزعمون أو يظنون أنه نجاحا باهرا في توظيف طوفان الأقصى، وهم واهمون، وهو تأثير وقتي. الناس يتعاطفون مع فلسطين ولا يتعاطفون مع المشروع الفوضوي. نعم، يعني لكن عاد خطاب الميليشيا سيد حسين للحديث عن اجتياح كامل اليمن وضرب المنشآت النفطية في مأرب. البعض يقول بأن هذا الحديث الآن جاء كخطوة استباقية من قبل الحوثيين لعمل من جانب، هم يتوقعون أن هناك عمل من جانب الحكومة مدعوم إقليميا أو دولي خارجيا. هل يمكن أن نرى هكذا سيناريو؟ شوفي التفاصيل، يعني الناس كلهم ليسوا أبناء، يعني ليست ذواكر الناس مثقوبة، ولا ذاكر البغبغاوات، ولا ذواكر الأسماك. الناس يراقبون ويدركون ما الذي يحدث. يعني الذي حدث في 2021 تم إطلاق المبادرة السعودية، وقبل بها محمد عبد السلام، ثم رفضها حسن إرلو، بعدين قتل حسن إرلو لأنه المشروع الإيراني كان مختلف، قتل حسن إرلو، بعدين دخلت البلد في كثير من جولات الصراع والحرب النازفة والدموية، ثم أعلنت الهدنة. بعد إعلان الهدنة كان هناك طرح، ربما حتى تشكيل مجلس القيادة الرئاسي كان له عملين وهدفين. العمل الأول هو الوصول إلى سلام، وكان هذا واضح جدا، وحتى أن المجتمع الدولي ضغط على الشرعية بأن يزيحوا هادي وعلي محسن، لأن هذه كانت ضمن مطالب الحوثيين. يعني هذه الأجواء كلها كانت تهيئ للسلام، الناس شبعوا من الحروب. بعدها قام الحوثيون بقصف للسعودية وتهديد السعودية، بعدين السعودية خرجوا وذهبوا إلى الصين مع الإيرانيين، واتفقوا مع الإيرانيين، قالوا أنه بدل ما نجلس نتناقش مع السعودية، بعد أن ذهب الوفد السعودي إلى صنعاء والسفير السعودي إلى صنعاء، خرج السعوديين لأنهم وجدوا أن هؤلاء مجرد وكلاء، بمجرد يعني ليس لديهم عمل وظيفي، ليسوا أصحاب قرار، فذهبوا إلى الصين مع الإيرانيين واتفقوا على حزمة من النقاط كان من بينها الملف اليمني. ما الذي حدث؟ قام الأمريكان بالاتفاق مع الإيرانيين، واتفقوا على يعني الإفراج عن بعض الأموال الإيرانية،
ثم وايضا افراج عن بعض السجناء وتبادل السجناء، وهذه كانت محاوله نجحت فيها امريكا في ان تختطف الاتفاق او توقف الاتفاق الايراني السعودي الذي كان في الصين. بعدها حينها ايضا في هذه تلك الفتره اعلنت الميليشيا الحوثي تحت مسمى جماعه تحرير الحرمين. هذه الجماعه اعلنت في بدايه العام الماضي انها ستقوم باستهداف الحرمين وتحرير الحرمين. قبل طوفان الأقصى أعلن أصدرت بيان أيضا. الآن في هذه الفترة كلها من بداية طوفان الأقصى والحوثيون يعملون على المشروع الإيراني الكبير الذي يسمى الفتح الموعود والجهاد المقدس. هذا بين قوسين التدريبات التي تكون في كل المحافظات التي يعرضها الحوثيون في وسائل إعلامهم منذ طوفان الأقصى حتى اليوم هي كلها تصب في المشروع الإيراني. المشروع الإيراني الفوضوي الذي قال وتفاخر بشكل كبير في بداية الحرب بأنه نجح في إسقاط العاصمة الرابعة. نعم. وبالتالي ما هو دور ميليشيا الحوثي؟ دورها ألا تصل اليمن إلى سلام، ألا تصل اليمن إلى عافية، أن تبقى اليمن ضمن المشروع الإيراني. نعم. مثل دور حزب الله، ماذا فعل حزب الله منذ 1982؟ حزب الله منذ 1982 لم يسمح للبنانيين بالخروج إلى دولة، ولم يقدم نفسه أيضا كدولة. عمله الحفاظ على مشروع الفوضى حتى تسقط الدول وتكون هناك الأرضية الخصبة لمثل هذه المشاريع الفوضوية. نعم. وضحت. سيد طالب، كان هناك قبل أسابيع قليلة يعني طلب من قبل الحوثيين للإسراع في التسوية السياسية من السعودية، الإسراع في هذه العملية. الآن هناك خطاب تصعيدي في كل الاتجاهات، مسير هذا التغير الآن؟ نعم. قبل ذلك أود أن أشير إلى نقطة، والأخ حسين لم يسمعني في الحقيقة كما سمع بتوش. أنا لم أقول أن وضع اليمن كان قبل طوفان الأقصى سيء، أنا قلت أن هناك زخما كبيرا شعبيا بعد تدخل اليمن، وهذا لم يقتصر على اليمن، أصبح عربي ودولي، يعني هذا واضح. مسألة الفوضى والحديث الطويل هذا الذي لم أفهم منه شيئا في الحقيقة، وتركيب يصح أن يقال في جلسة قهوة ليس على تلفزيون، يعني لأن هذا كلام غير مفهوم غير واقعي، مبني على خيالات، مبني على فكرة المؤامرة، وأن كل شيء يحدث تحت الطاولة، وأنه قام وفعل وهذا هذا الحديث، علما أن حزب الله يا سيد حسن أو حسين، حزب الله حرر الجنوب اللبناني كله، قال الاحتلال موجود حتى صور، يعني انت ربما لا تعرف لبنان، يعني من صور وحتى جنوب لبنان هذا كان تحت الاحتلال الاسرائيلي، وكل لبنان، كل الفرقاء في لبنان، كل فرقاء لبنان، كل القوى السياسيه في لبنان حتى التي تختلف مع حزب الله تقول ان هذا التحرير هو الميزه الوحيده لحزب الله. يختلفون معه في نقاط ثانية ولكن يتفقون في أنه. دعنا نعود إلى سؤالي سيد طالب فيما يتعلق بتغير الخطاب الآن. كان هناك دعوة للسعودية للإسراع في العملية السياسية، الآن تغير الخطاب، هناك تصعيد وتعبئة. التصعيد، نعم، سؤالك أخت نضال، شوفي التصعيد والتعبئة ليس له علاقة، تحصل دائما وباستمرار، تحصل في أوقات أن يكون هناك تضخيم لها، وفي أوقات تكون حالة طبيعية. في هذه الحالة عندما يكون هناك تهديدا خارجيا، يعني اليمن تعيش حالة صراع في البحر الأحمر مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وكان هناك غارات وما شابه. هناك سيناريو تريده الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وأعتقد هذا ليس في خيال، هو مبني على تحركات وتصريحات السعودية. عندما فتحت حوارا طويلا كانت تشتكي من فكرة أنه لا بد أن يكون هناك يعني أيضا سلام تشترك في كل القوى، وتتهرب من أن يكون هناك حوارا واتفاقا ثنائيا بين صنعاء وبين الرياض، ينتهي باتفاق سلام بين اليمن ودول التحالف. وجزء من عدم ذهاب السعودية نحو هذا السلام هو أن هناك ضغوط أمريكية مؤخرا، هذه الضغوط قالها حتى لينكولن أنه لا يمكن أن يكون هناك سلاما طلبه أن في اليمن طلبه أن هناك عمليات في البحر الأحمر، يجب أن تتوقف هذه العمليات
ونحن سنساعد وسنكون مرنين في عملية التفاوضات، وقدموا ما يشبه الإغراءات لصنعاء ولكنها لم تقبل بها، لم تقبل بها نتيجة أنها تتعارض أولا مع المبادئ، مع القيم، وأيضا هي تؤكد التدخل وتؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست صارمة، وكلما لكن كان كان الولايات لافتا المتحدة سيد الأمريكية هي طالب واحدة من تهديد الدولتين. الحوثيين باستهداف منشآت مارب النفطية والغازية، على الرغم من أن التصدير متوقف بسبب هجمات سابقة يعني شنتها الميليشيات، ما الذي يثير رغبة الحوثيين في استهداف منشآت كهذه؟ هو حتى حاليا هو نوع من تحذير العرادة والمجموعة هنا من الانسياب نحو يعني محاولة تفجير الجبهات الداخلية بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية وبطلب من بريطانيا، نعم وهو كان سيناريو مؤجل، ولكنه بعد فشل العمليات ربما كان يبدأ تحركات العرادة، تحركات العليمي ومن ضمنها إلى مارب، أعتقد هي التي أثارت هذا النوع من يعني التحذير الذي هو تحذير من صنعاء له علاقة بأنه الاستجابة للتحركات الأمريكية وبريطانيا بهدف نعم تفجير الأوضاع وإنهاء ووقف وتجميد الحوار السياسي والمفاوضة السياسية، والولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة فعلت ذلك، والحقيقة السعودية لا تستطيع أن تحاول أن تصل إلى محطة توقيع سلام إذا أفهم من لأن حديثك قرار سيد حرب طالب اليمن أن هناك هو خشية بيد الولايات حقيقية المتحدة الأمريكية. من قبل الحوثيين لأي تحالفات أو حتى تحركات على المستوى الداخلي قد تحدث في مارب، ولذلك جاءت هذه التهديدات تستهدف مارب. في الحقيقة نعم، عندما يتم تحريك الأطراف الداخلية بهدف تفجير الوضع في اليمن، لأن حسين العزي عندما تحدث، أنا أعتقد أنه أنتم تشيرون إليه في فكرة التهديدات، أنه تحدث عن أن السلام مطلوب وأننا رجال سلام ونريد سلام، ولكن عندما يتحرك الطرف الآخر أو يريد تحريك هذه الجبهة لظروف معينة لا تتعلق بالداخل بل تتعلق بالخارج، هذا هو الذي يؤدي إلى أنه قد نذهب إلى خطوة أكبر مما تتوقعون، وهي خطوة إيقاف النفط، علما أنه هذه الخطوة عندما نفذت في حضرموت وفي شبوة نفذت لأسباب حتى كان لها نعم علاقة خارجية، عندما يكون هناك تدخلا يتعلق بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد فرض مشروع العقلمة ومشروع التقسيم وتريد أن تجبر الآخرين أن يقبلوا بهذا المشروع ضمن حل سياسي هي تسميه توازن، لكن في الحقيقة نحن نراه مخاطر ونحن نراه تهديدات نعم مستقبلية لوحدة اليمن وليس التوازن. التوازن لا يمكن أن يكون بهذه الحالة، أن تفرض حالة التقسيم بعد حرب هي أخطر من مشروع الأقلمة قبل الحرب، مشروع نعم الأقلمة كان سنعود مطروح للحديث قبل والتوسع الحرب أكثر ولكن بعد في الحرب هذه هو أخطر خطورة. النقطة سيد طالب. أعود إليك سيد حسين، إذن قال زعيم الحوثيين أنهم تمكنوا من تجنيد قرابة 300,000 مقاتل، ما الذي يعني هذا الكم؟ هي استعراضات، يعني استعراضات، يعني محاولة للهروب من الاستحقاقات ومحاولة للهروب من الإجابة على السؤال الذي يطرحه اليمنيون: من هم الحوثيون؟ يعني من هم الحوثيين؟ ماذا يريدون؟ ما عملهم؟ ما هي وظيفتهم؟ ما هو الوضع الدستوري والقانوني لهم؟ وهذا السؤال الذي يطرحه اليمنيون يهرب منه الحوثيون كل عام وكل مرة أيضا، وكلما وجدوا مشكلة يهربون إليها، كانوا يشتروا يتدخلوا في الحرب الأوكرانية والروسية، ويشتروا يتدخلوا في الفضاء والمريخ، ويشتروا يتدخلوا في كثير من التفاصيل. هذا الدور الذي هو دور الحوثيين، دور كما يقول المثل: إذا كان صوتها صوت البطة
وريشها ريش البطة وشكلها شكل البطة وتمشي كالبطة فهي بطة. يعني إذا كان الحوثي مشروع إيراني وينفذ الأجندات الإيرانية ويستخدم السلاح الإيراني ولا يريد إلا قتل اليمنيين فهو إيراني. يعني في النهاية هو احتلال، هو مجرد أداة قذرة لمشروع قذر في المنطقة العربية. هذا المشروع نجح في العراق بالتعاون بين أمريكا والإيرانيين والميليشيات الإيرانية لكن المتعددة. لكن هو يقول بأن هذا التأهيل والتعبئة سيد حسين في إطار ما يسمونه دعم غزة. أنا قلت لك أن لا يعدمون وسيلة. يعني المهمة الرئيسية والوظيفة الوحيدة التي لهم هي إسقاط الدولة. هذا نجحوا فيه في 21 سبتمبر. وإحنا لو نتذكر يعني في 21 سبتمبر 2014 إيش اللي صار؟ نعم. يعني كل العالم أو كل لو هناك لو قبلنا أنها لو ناقشنا بشكل يعني مع أنه كما يقال إذا أردت يعني من الغباء أنك تشوف يعني شجرة الحنظل وتطلب منها التفاح، لكن افتراضا لو قبلنا أنه مشروع وطني مثلا، المشاريع الوطنية والحركات التحررية أو الانقلابات التي تحدث في البلدان تقوم من أي مكان من الأطراف أو تسعى إلى الوصول إلى العاصمة. حينما تسعى إلى الوصول إلى العاصمة تقوم بإدارة الدولة بمشروع إدارة الدولة. نعم. ثم تفرض مشروعها السياسي ويكون واضح، وهكذا كانت تنجح كثير من الانقلاب. لكن ما الذي فعله الحوثيون؟ سيطروا على صنعاء ثم ذهبوا إلى 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 خاصرة السعودية إلى صعدة وشاركوا في مناورة إيرانية في 2014 اسمها مناورة الرسول الأعظم. هذا هو دورهم، دورهم إقلاق المنطقة، وبالتالي هم لا يستطيعون أن يقدموا أنفسهم على أنهم مجموعة تنتمي إلى اليمن، يعني مجموعة وطنية. وبالتالي دعنا من الشعارات الفاضية والوهمية التي يقولون أنهم ينصرون غزة وأنهم أيضا يقومون في البحر الأحمر بعمليات. يعني كانت خزان النفط صافر لو نتذكر، استمرت 4 أو 5 سنوات المنظمات الدولية والأمم المتحدة تقول بأن كارثة خزان النفط صافر قد تسبب كارثة في البحر الأحمر تصل إلى 50 عام. اليوم عبد الملك الحوثي أعلن قد دمر 500 سفينة، وهذه 500 سفينة ما لوثت البحر الأحمر. يعني نعم. هذا الكلام الفوضوي وهذا الكلام الـ نعم. الـ 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 يعني الذي لا ينطلي على أحد معروفة المسرحية. نعم. فبالتالي نعم. أيضا يقول الحوثيون سيد حسين أن خطابهم الفترة الماضية عن التسوية السياسية والمطالبات في الإسراع بهذه العملية ليس خطاب ضعف، هو فهم بشكل خاطئ، وأنهم قادرون على السيطرة على اليمن ككل في حال إذا ما قرر الطرف الآخر خوض جولة جديدة من الحرب. لو استطاعوا لفعلوا، لم يستطيعوا أن يفعلوا، ومعهم إيرلو ومعهم أيضا شهلائي، هؤلاء الجنرالات الإيرانية المدربة. يعني حسن إيرلو حينما تقرأ في الإعلام الإيراني يقدمه على أنه أو أستاذ قاسم سليماني يقدمونه على أنه الرجل الأول الذي كان صاحب فكرة رعاية الذراع العسكري الخارجي للحرس الثوري. وبالتالي حينما يأتي حسن إيرلو ويقود هذه المعارك على مأرب، معناها أن هذه المعركة كانت معركة ذات أهمية بالغة لإيران. وإيران أيضا حينما نحن أصدرنا دراسة في مركز البلاد في عام 22 ورصدنا الإعلام الإيراني كيف تعامل مع معركة مأرب، كان هناك خطابات لبعض القيادات في الحرس الثوري الإيراني تقول أنهم خسروا في مأرب. بين قوسين قال أحدهم في تأبين في ذكرى تأبين إيرلو في الأربعينية، قال أننا خسرنا مجاهدين على بعد 2000 كيلومتر. يعني يتحدث عن أن هناك إيرانيين قتلوا في مأرب. وبالتالي هو يعرف، وعبد الملك الحوثي تحدث في سبتمبر في مارس الماضي عن أنهم أطلقوا باتجاه مأرب أكثر من 283,000 صاروخ. عبد الملك الحوثي في خطابه في مارس. نعم. وبالتالي هم لا يستطيعوا لفعلوا. نعم. أيضا هناك دعوات سلام لكنهم يرفضون أن يقدموا أنفسهم. وفي إطار الحديث عن دعوات السلام والعملية السياسية ومسار
التسوية. يعني يقول البعض أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر هي من عرقلت هذا المسار، وبأن نظرة العالم تغيرت. يعني التسوية بحد ذاتها هي كانت مكافأة للحوثيين، كيف إذن يتم الاستمرار في هكذا مسار هو مكافأة للحوثيين، وهم من عرقلون أو من يهاجمون أهم خطوط الملاحة البحرية؟ كيف يمكن فهم أنها مكافأة؟ لأني ذكرت هذه العمليات أدت إلى حصار كيان العدو الإسرائيلي وضرب الهيمنة الأمريكية في المنطقة وسمعة الولايات المتحدة الأمريكية. المكافأة ما يقصد بها هي التسوية، التسوية السياسية اليمنية هي مكافأة للحوثيين. نعم. التسوية كانت التسوية بالمفهوم الأمريكي كانت مرفوضة في الأساس، وعندما قدمت كبديل أو ك يعني كمكافأة يمكن اعتبارها بدلا من عملية البحر الأحمر، وضعت أمام حالة بيع لحلفاء السعودية وتسوية مغرية تقدم لصنعاء، لكنها رفضت، ليس لأن المسألة يعني أنهم لا يريدون السلام، ولكن لأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تكون ضمن مشروع السلام في اليمن وهي تطرحه دائما، لن يكون هناك سلام في اليمن. المطلوب الآن هو إبعاد طاولة المفاوضات حتى لو كانت يمنية عن التدخلات الخارجية بما في ذلك السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. لكن هذا لن يحصل إلا إذا كان هناك اتفاقا سياسيا وطاولة مفاوضات إقليمية، يعني تنتهي بموجب هذه الطاولة تنتهي إلى حوار واتفاق سلام مع دول التحالف، تبدأ العملية من حيث سحب القوات الأجنبية في حضرموت وشبوة والمهرة ووصولا إلى المخا، وأيضا إنهاء الحصار الجوي والحظر الجوي على الجمهورية اليمنية، وكذلك أيضا الحصار البحري. وبعد ذلك يعني كان هذا الخطاب يتردد سابقا سيد طالب بأنه لا يمكن الجلوس على طاولة والتفاوض مع السعودية باعتبارها الطرف المعتدي على الحوثيين، لكن شهدنا تغير هذا الخطاب، هل سنشهد مستقبلا تغير الخطاب الذي تتحدث به الآن، وبأنه أي تسوية يدخل فيها الطرف خارجي لن تتم ولن تكون مقبولة؟ أي تسوية حقيقية بعد حرب استمرت 9 سنوات يجب أن تجلس فيها الأطراف الفاعلة وليس الأطراف غير الفاعلة. من هي الأطراف الفاعلة؟ الأطراف التي تقود الحرب والتي تقود الحصار والتي تقوم بالعمل، وليس الأطراف الهامشية التي تستخدم. عندما يقال أن السلام وتغيير اللغة تجاه بعض الأطراف التي حاربت في اليمن، هو لم يحصل تغيير في التعاطي معها، ولا في السلوك، ولا في الخطاب الآلي، ولا في الخطاب السياسي، إنما أن يكون هناك حوار فهذا شيء. نعم. في ظل يعني إشارتك سيد طالب إلى الشرعية، أنتقل بالسؤال إليك سيد حسين، ماذا عنها؟ هي مغيبة عن مشروع التسوية وعمليا ليست قادرة على خوض حرب جديدة في ظل حالة الانقسام التي تعانيها داخل صفوفها، بالتالي يبدو التهديد الحوثي باجتياح كامل البلد واقعيا. الصوت نعم الصوت سأعيد السؤال عليك. بالنسبة للشرعية وهي الآن تمام. نعم. بالنسبة للشرعية وهي المغيبة عن مسار التسوية وما تعانيه من انقسامات داخل صفوفها، جاءت هذه التهديدات الحوثية التي توصف بأنها واقعية. هو المشكلة كما أنا أشرت في المشكلة أن البعض يظن أن ميليشيا الحوثي هي ذات يعني مكون وطني، أو أنها نبتة يمنية ويمكن أن نتفاوض معها ونتحاور معها ويمكن أن توصل إلى سلام معها وأنها مكون يمني. مع أني أشرت إلى المثل الذي يقول إذا كانت تمشي مشية البطة وصوتها صوت البطة ولونها لون البطة فهي بطة. الحوثيون لكن في ظل اختفاء هذا الطرف هو مشروع إيراني، وبالتالي أنا سأصل إلى ما إلى سؤالك. أنا أقول لك المفاوضات التي كانت الوساطات بين الحكومة اليمنية
وبين الميليشيا الحوثي كانت هناك نقاشات في جولات متعددة، يعني لم نستطع أن نصل إليهم أو معهم إلى اتفاق، لم يحترموا أي اتفاق. على سبيل المثال مثلا، وهو جزئية ربما أن تكون واضحة ومفهومة وشفافة ولا لبس فيها، وفي أيدي الجانبين، يعني بإمكان الكل الطرفين أن يتفق عليها. موضوع المختطفين يعني منذ جنيف واحد وجنيف اثنين وستوكهولم ثم الاتفاقات في الأردن حتى وصلنا إلى اليوم لا يسمحون بإنجاز هذا الملف، لأنهم لا يريدون أو لا يمتلكون قرارهم، يعني هم مجرد مجموعة للفوضى، ليسوا مجموعة تنتمي إلى مشروع وطني، لا يهتمون باليمنيين. وبالتالي كما قال طالب أول قبل شوية، يقول لك أنه استطاعوا أن يحاصروا البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي وخليج المكسيك، نعم، مع أنهم كانوا في 9 سنوات يقولوا أنه محاصرين. لماذا لا تدخلوا الغذاء اليمنيين؟ قالوا إحنا محاصرين من البحر، نعم. واليوم هم يحاصرون الناس. وبالتالي هؤلاء مشروع فوضوي لا يأبهون لحياة اليمنيين، وهم نبتة غريبة على اليمنيين. هم يدركوا، الشعب اليمني يدرك أن هذه العصابة هي عصابة دخيلة، وهي تمشي معه في خطين متوازيين، وهي عصابة عنصرية فوقية سلالية تهين اليمنيين وتبحث عن الذرائع من أجل إهانة اليمنيين، ولا تهتم باليمنيين. أين الشرعية إذن؟ اليمنيين يواجهونها في كل عام، يعني 26 سبتمبر يخرج اليمنيون بشكل بناء على حديثك سيد حسين لا نفس فيه، ويهدد الشرعية من خلال التجربات تدرك أنه لا سلام حقيقي مع ميليشيا الحوثي. وأنا المضيف في هذا المسار ما يتم الحديث عنه، هذه التسوية هو سينتهي بالفشل بناء على التاريخ، تاريخ الميليشيات. لماذا الاستمرار في هذا المسار إذن؟ بالضبط يا أستاذ نضال، منذ 2016 يعني نتذكر أن الجيش الوطني في 2016 وصل إلى نهم، بعدين جاء جون كيري كان وزير الخارجية الأمريكي وقال أن دخول صنعاء خط أحمر، وهذا الكلام واضح. كان السياسة الأمريكية والدبلوماسية الأمريكية كانت تشتغل بشكل عاجل ومهم وطارئ حتى منعت دخول صنعاء، ثم عقدت المفاوضات ودخلوا الناس في خلال مفاوضات عبثية حتى وصلنا إلى اليوم. يعني مثلا الحديدة، تحرير الحديدة، البريطاني قدموا في تحرير الحديدة 3 قرارات إلى مجلس الأمن، نعم. يعني لو كانت اليمن قرية في بريطانيا ما لن تهتم بهذا الاهتمام. وبالتالي هذا المشروع الحوثي هو مشروع دولي، مشروع فوضوي يريد المجتمع الدولي أن يحافظ عليه. وبالتالي حوارات السلام والضغط من أجل السلام هي تأتي استجابة لهذه الضغوط الدولية التي اتضحت جليا في حرب غزة. بعد حرب غزة كشفت العورات وأيضا ظهر المستور، وبالتالي اليمنيون يدركون أن هذه عصابة عنصرية سلالية فوقية تعتبر اليمنيون مجرد رعايا وعبيد، ستهينهم وستقوم بتقتيلهم وتقديسهم، تسميهم كفار ومنافقين، نعم. ومرتزقة منذ أيام حميدة. وأنت أشرت إلى العامل الخارجي، اليمنيون يدركون، نعم ذلك. سيد حسين، أنت أشرت إلى العامل الخارجي، ونحن قد شاهدنا يعني الشرعية الزبيدي وحتى طارق كانوا يبحثون عن أدوار في مسألة هذا التصعيد في البحر الأحمر، لكن نظرة واشنطن لم تتغير، يعني هي مرتبطة فقط بالهجمات المتعلقة بالبحر الأحمر والمرتبطة بإسرائيل. التعويل على العامل الخارجي هل هو الخيار الوحيد في يد الشرعية لمواجهة الحوثيين إذن؟ لا، أنا جاوبت على السؤال اللي طرحتيه أول. نعم. قناعة الشرعية واليمنيين على أن هذه العصابة هي عصابة لا يمكن الوصول معها إلى سلام، هذه كانت قناعة الناس كلهم. نعم. لكن لماذا نذهب إلى مفاوضات سلام؟ لأن المجتمع الدولي بيضغط علينا نذهب إلى مفاوضات سلام، نحن لا نعول على الخارج. طبعا الجانب السياسي في الشرعية كمسؤولين، أنا ربما قد إحنا ظهرنا في كثير من اللقاءات ونجلدهم وأيضا ننتقد ولنا كثير من الملاحظات على أدائهم، لكن أنا أتحدث عن القضية اليمنية، عن المشكلة اليمنية، نعم. كقضية جوهرية اليمنيين كلهم أصحاب الشأن فيها. اليمنيون لا يعاولون على الخارج على الإطلاق، هم يعرفون أنه سيأتي اليوم الذي يجتثون هذا المشروع بأيديهم، طال الزمن أو قصر. 26 سبتمبر هو يعني مؤشر عام، كل عام وكل عام يرتفع المؤشر بشكل رهيب وواضح وجلي، والحوثيون يدركون الخطر كل عام، يدركون من هم وطبيعة عملهم بالنسبة للشعب اليمني. أما بالنسبة للمفاوضات وما مفاوضات، الناس يحاولون أن يذهبون إلى سلام، لكن حينما تكون من الغباء أن تنتظر أن تجني التفاح من شجرة الحنظل، يعني هذا كلام لا يصدقه إلا المجانين. المهم أن تدرك الشرعية ذلك. تفضل بالبقاء معي سيد حسين، أعود إليك.
سيد طالب، السؤال المهم، لماذا ظهرت أو يعني ظهرت خشية الحوثيين من زيارة العليم لمارب؟ لماذا ظهر هذا التخوف من هذه الزيارة وهذا التحرك؟ ليس تخوف وليس خوف، يعني عندما أرادوا أن يستعيدوا مارب استعادوا كل المديريات وأبقوا المدينة لظروف تتعلق بأنه إبقاء المدينة والحرب في المدينة ستكون تكلفة عالية، ثم كان هناك مجال لمشايخ القبائل للعب دور، ثم تركت المسألة على حالها. أنا أشفق على الأخ حسين الصوفي وعلى البطة وعلى شجرة الحنظل وعلى إيران، طالما أن هذا التحالف البريطاني الأمريكي الإيراني السعودي الإماراتي كله مع صنعاء، فإذا لماذا الأطراف الأخرى هي التي هناك؟ لماذا الأطراف الأخرى هي التي في الإمارات، هي التي في السعودية، هي التي في بريطانيا، هي التي في أمريكا؟ لماذا هذه الأطراف الأخرى أيضا هي التي تستجدي بريطانيا، تستجدي أمريكا؟ لماذا نرى العليمي مع الأمريكيين والعرادة مع الأمريكيين والبريطانيين، ونرى هذا الطرف وهذا الطرف وهذا الطرف مع البريطاني والأمريكيين؟ هل يخدعونكم؟ إذا كانوا يخدعونكم عليكم أن تتبرعوا من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، عليكم أن تتبرعوا من التحالف معهم. نعم. أما أن تتحدث عن أن كل شيء مؤامرة، كل شيء يحصل مؤامرة وفكرة سلالية وطائفية، شوف يا سيدي، لم تشهد اليمن يا حسين على الإطلاق نعم. هذا التحول الذي يحصل في صنعاء منذ زمن بعيد، يعني عملية تحرر تكاليفها باهظة، ولكن هناك بناء جيش، هناك بناء قوة عسكرية تصنع أسلحة، هناك بناء ثقافة، وهناك فقر ومرض ونهب وقمع حريات وتعبئة نعم. لكن فيما يتعلق أيضا بخصوص الموقف الأمريكي من هذه الأزمة، لم يتأثر بتطورات البحر الأحمر سيد طالب، وبالتالي تضخيم العداء الحوثي للأمريكيين غير واقعي وفقط يهدف للتحشيد الداخلي باختصار؟ لماذا يعني اذا كان غير واقع لماذا هو غير واقع؟ لماذا التضخيم غير واقع؟ الولايات المتحده الامريكيه لم تعد الموقف من قبل الولايات المتحده وواشنطن لا زال يتمسك بالمسار السياسي رغم ما فعله الحوثيون ورغم هذا التصعيد في البحر الاحمر. بريطانيا والولايات المتحده الامريكيه ذهبوا الى خيار قاسي، خيار استهداف اليمن بغارات جويه، واستهدفوا اليمن بأكثر من 450 غارة وضربة جوية. هناك حرب في البحر الأحمر، وهناك أكثر من 40 شهيدا في هذه المعركة التي عمرها 3 أشهر أو 4 أشهر. فإذا هناك معركة واقعية، لكن عندما يقال يعني حتى نكون دقيقين، يعني الولايات المتحدة الأمريكية قد لا تريد أن توسع من المواجهة، وقد لا تريد أن توسع من الحرب نعم. لأسباب تتعلق أنها لا تريد، وليس فقط لأنه واضح. لأن شكرا. هناك محاولة لتضخيم نعم. وصناعة مسرحية، هذا كلام نعم. يعني وقتنا أصبح ضيق سيد طالب، أنتقل إليك سيد حسين. مقابل خطاب التحذير والتهديد الحوثي بعد زيارة العليمي، رأينا أيضا يعني خطاب من قبل ناشطين تابعين للشرعية يرون أنها زيارة لها ما بعدها، ما الذي لا زال بمقدور الشرعية فعله وقد أصبح قرارها بيد السعودية باختصار أيضا؟ ما الصوت في صدى، لم أسمع السؤال. يعني كان هناك تهديد وعويل من قبل الحوثيين فيما يتعلق بزيارة العليمي لمارب، لكن أيضا هناك من أطراف أو ناشطين مع الشرعية كانوا يرون أن هذه الزيارة لها ما بعدها، ما الذي ستأتي به هذه الزيارة وقرار الشرعية بكله هو بيد المملكة؟ ليس بيد المملكة، يعني القرار الشرعية بالتأكيد يعني لها
علاقات وارتباطات في المملكة العربية السعودية، وأيضا علاقات وارتباطات بكل الدول. ومحمد مثلا طالب الحسني بيقول لنا أنا كنا نلتقي بالسفير الأمريكي، مع أنهم أيضا بيلتقوا بالسفير الأمريكي والمتحدث الأمريكي والمبعوث الأمريكي في عمان. يعني حرام عليهم، حرام علينا، حلال عليهم. وبالتالي هذه الشعارات الهوجاء والشعارات التي لم تعد تنطوي على اليمنيين. دعك من هذه النقطة، نقطة زيارة العليمي لها ما بعدها، ما الذي ستقدمه زيارة العليمي إذن؟ اليمنيون منذ اللحظة الأولى للانقلاب الحوثي يعرفونها على أنها جماعة دخيلة وأنها عنصر سلالي بغيض امتداد للحكم الإمامي السلالي العنصري، وهم حريصون كل الحرص، بل هذا يعتبر التزام شرف لليمنيين جميعا أن يطهروا بلادهم من هذا الاحتلال الإيراني ومن هذه الجماعة العنصرية. وسيقومون بهذا قصر الزمان أمطال. أعتذر عن مقاطعتك لانتهاء وقت هذه الحلقة. الصحفي حسين الصوفي كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك. كما أشكر أيضا ضيفي من بيروت الصحفي طالب الحسني. أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.